فهتلاقي ايه؟ مظاهرات حاشده طالعه تطالب باسقاط النظام. ورونا كده يا جماعه. رسالة واضحة، رسالة واضحة. قلنا ان هم عملوا قرار برفع الضرائب على الواتس والماسنجر، قال لك لا تراجعوا، لكن الشعب غاضب. ليه؟ لانه الاوضاع الاقتصادية القاسية في لبنان خلت القرار بتاع الضرائب ده، انتوا عارفين اللي هو ايه، القشة التي قسمت ظهر البعير، اللي هو يعني احنا مستحملين كل المشاكل، وتيجي انت كمان اللي هو الاتصال ده، الرسائل دي مجاني، مجانيه يعني، اتصالات مجانيه، انت الراجل بتبقى عندك في النت وخلاص، فعايز كمان تفرض عليها ضرائب. فطلع اللبنانيين يهتفوا زي ما حضراتكم شفتوا كده، يطالبوا باسقاط النظام. في مشكله عند اللبنانيين، اللي هو انه نظام، يعني انه نظام، هل بيطالب بإسقاط الرئيس ميشيل عون؟ هل بيطالب بإسقاط حكومة الحريري؟ هل بيطالب بإسقاط القوى السياسية اللي موجودة؟ لأنه خلي بالكو، وهي دي المشكلة بقى اللي بنربط بيها بين الدول اللي ضاعت والدول اللي بتحاول تقوم. يعني انت عندك لبنان يا جماعة ليست دولة واحدة، يعني انت عندك قوى سياسية مثلا حوالي 16 قوى سياسية، تلاقي الشيعة طوائف، تلاقي السنة مجموعات، تلاقي المسيحيين مجموعات، ووطن متفقين على المحاصصة. محاصصة يعني ايه؟ كل طائفة، كل فئة، كل حزب ليه حصة في البرلمان، في الحكومة، في الوظائف، والامور ماشية. طب ايه الخلل اللي حصل؟ انه لانه مفيش هنا ولاء للدولة فقط، لأنه أنا مثلا إيه؟ يعني الحكومة اللبنانية النهاردة فيها 6 وزراء من حزب الله، فالوزراء دول ولائهم الأساسي لحزب الله مش للحكومة ولا لبنان. وبعدين حزب الله نفسه بتاع حسن نصر الله مسيطر على التيار الوطني الحر اللي ليه مجموعة وزراء في حكومة سعد الحرير، فهتلاقي برضو المجموعة دي ليها ولائها الأول للتيار الوطني الحر. كل فصيل بقى من دول غلب مصلحته الخاصة، فكانت النتيجة ان الشعب اللبناني اتفرم. ليه؟ لان احنا بنتكلم هنا على دولة مش تقليدية، الناس كانت عايشة لكن رفيق الحريري مثلا الله يرحمه كان عنده شعار اللي هو ايه، لبنان لكل اللبنانيين،